السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزلفلاون، اليوم سنقوم يعني بتثبيت هذا التطبيق الجديد الذي على شكل تويتر ولكنه على شكل انستغرام. سنشرح لكم كيفية التسجيل فيه خطوة بخطوة، وما هو يعني سندخل للتطبيق ونستكشف معكم التطبيق. يعني اللي راه جديد معنا يشترك في القناة. إذن بعد تثبيت التطبيق سندخل مباشرة يعني واجهة على شكل انستغرام، سنستكشف معكم التطبيق وكيفية التسجيل فيه. يعني يطلب من بعد الدخول يعني على قمنا حساب بتنزيل انستغرام، التطبيق يعني تقوم بالدخول سنقوم على حساب بتسجيل في التطبيق عن انستغرام. طريق الانستغرام. إن لم يكن عندك حساب انستغرام انستغرام أو زوزتي تريد تغيير البروفايل تضغط تضغط على شونجي مباشرة على لبروفايل. يعني أنا انستغرام. سأقوم بالتسجيل بحسابي التطبيق الخاص نزل في بانستغرام ساعته الأولى وحصد كما يعني ترون معي. مشاهدات كثيرة. يطلب يعني معلومات خاصة بك بروفايل ستقوم يعني بالبروفايل على الانستغرام. تضغط فيريفاي اضغط على زوزتي امبورتي دي بي انستغرام. ستضع يعني يو معلوماتك الموجودة على الانستغرام في هذا التطبيق الجديد الذي هو عبارة عن تويتر ولكنه على شكل انستغرام. كما ترون سنقوم بوضع المعلومات الموجودة على الانستغرام، يعني نفس البروفايل. طريقة التسجيل أظن أنها سهلة. نضغط على كونتينيو شيء، ستقوم باستخراجه يعني من اللي مازال ما الانستغرام اشتركش في القناة تقوم يشترك. يعني بالمراسلة يقول بروفايل لك هل بكليك تضع أمام بروفايل تختار عام هل أو سيكون خاص. حسابك عام أو بضمان خاص بروفايل يكون عام، يطلب منك أن تتابع الأشخاص الذين تتابعهم على الانستغرام، تقوم أو يعني تضغط يعني بمتابعة الأشخاص ما الموجودين تريد على متابعتهم، يعني لا تتابعهم. الانستغرام ونضغط على رجواندر ثريد. سنستكشف معكم واجهة التطبيق وكيفية العمل. هاي الواجهة، هاي واجهة كيفية تويتر، تويتر تويتر على شكل بطريقة انستغرام. بنكهة الانستغرام. يعني يمكنك أن تضع صور، تعليقات إلى آخره، يعني تويتر ولكنه على وراء كل طريقة ثريد الانستغرام. منكم مشترك يعني اللي مازال سجل مشترك إلى 15 يشترك. ولا هذا هو مشترك فيديو اليوم، شكرا لكم. يعني